ساديو ماني في اللمسة حلوة باتجاه بروزوفيتش. بروزوفيتش عرضية جميلة لكنها مرة إلى مستوى فني رفيع جدا في بطولة كأس ياس. مباراة النصر يملك الانقياد لكن لابورت مرة أخرى يتدخل، تصل إلى كريستيانو، تحرك بجانب تاليسكا. بروزوفيتش طويلة لكنها استثنائيا في 2012-2013 بعد ذلك من الروح القتالية العالية في ذلك الموسم الكبير. الكرة تصل مرة أخرى، النصر يقاتل على كل الجبهات، لم يخسر أي شيء. عرضية القائم الثاني، تاليسكا انتظار، تصل إلى بروزوفيتش. بروزو مر بالكعب، حلوة لقطة جميلة، عرضية يا الله لم تكتمل. تيريز، عرضيات تيريز في منتهى الروعة في منتهى الخطورة. تدخل خطأ على مارسيلو بروزوفيتش، يحصل على بطاقة صفراء أولى في أحداث هذا اللقاء. تاليسكا حولها باتجاه بروزوفيتش، لمسة لكريستيانو، تمريرة الرد إلى بروزو مرة أخرى. لمسات جميلة نصراوية، عمل كبير جدا في اللقطة الماضية. تصل لبروزوفيتش، ركنية تنفذ نحو القائم الأول، خطيرة لكن سلطان غنامي لبروزو بيكون نجح في العودة لأجواء المباراة بهدف. هدف نجدي، هدف نصر، تقدم في النتيجة. نموذج عاد بعد ذلك، لغة الأرقام النصراوية يكتسحون مبارياتهم ضد الفاتيوب. مرة أولى بلمسة إلى زيلاريان، عودة في اليسار، هذه لبروزوفيتش، طلب الكرة من جانب تاليسكا، كرة لم تكتمس، كسبها أليكس، لمسة لبروزوفيتش في اليكاب خيبري. بروزوفيتش إلى ساديو، بروزوفيتش تصل لكريستيانو، حلوة اللقطة. بروزو مرة ثابتة، بروزوفيتش يلعب كرة عرضية لابورت في الانتر. يتراجع الفتح قبل نهاية الشوط الأول، لم عودة بعد ذلك. بروزوفيتش محاولة للتسديد، بروزو أمامية لسلطان غنام، بروزوفيتش على جهة اليمين، محاولة أمام أكثر من لاعب، عودة من جانب جانيني. النصر بأكبر، ماني لمسة خطيرة لبروزوفيتش، تسديدة. هذا تأخير على نهاية الشوط الأول، لا زالت النتيجة التعادل. الأخضر المتألق جانيني، تعود الكرة مرة أخرى. نصر ظهيري الجنب أيضا قدم شوطا من جانب زبيدي، وبعد ذلك حكم اللقاء لا يشير إلى شيء. اللاعب يستمر بكرة نصراوية إلى بروزوفيتش، انتظار، محاولة باك الدفاع بلمسة أمامية. بروزوفيتش جميل على اليمين، كنترول، إبعاد من الدفاع، وبعد ذلك النصر لن يكون سهل على كلا الفريقين. لقد أظهر الفتح نوايا هجومية حتى الآن في هذه المباراة. طلب الكرة من بروزوفيتش في مكان خطير، بروزوفيتش تمويه، بروزي يحاول التسديد، جميلة. حارس المرمى أيضا بتألق كبير في هذه اللقطة على مرة تربي إلى جامي، تعود بعد ذلك لبروزوفيتش، تمريرة حلوة في وسط الميدان. بروزي يحاول بناء هجمة نصراوية، بلمسة خطيرة لمين، والتسديدة خطيرة لكن لقطة رائعة في الشوط الأول. حط كورة لكريستيانو، حلوة على جهة اليسار نصراوية. بروزو يحاول، بروزو انتظار من تاليسكا. بروزو مرة أخرى، محاولة نصراوية، يحاول في هذه الأثناء لكن أيضا التغطية من جانب بروزوفيتش، يأمن على كورته، يحافظ عليها، وبعد ذلك يكسب الخطأ، يكسب الخطأ، يكسب الخطأ. لكن الدفاع تدخل وتعود إلى بروزوفيتش، لكن التغطية الدفاعية تصل بعد ذلك. بروزوفيتش